الرحيم باسمه نبدا عليه نتوكل من هنا طلب السداد والتوفيق والنجاح. ايها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم اجمل تحيه من هنا من ارضيه ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناه دبي ريسنج ضمن فعالياتي وسباقي هذا الصباح المخصصه لسن الحولي والزمول لاصحاب السمو الشيوخ مسافتنا ثمانية كيلو متر مرحبا بالجميع نسير بكم مع انطلاقة الشوط الأول والشوط الأول مخصص للحول انطلاقة موفقة انطلاقة سليمة مباشرة أنا رافقكم طولة مسافة الثمانية كيلو متر والتغييرات طولة المسافة حتى الكيلو الأخير بنشوف الآن وبنتابع وياكم مقدمة هذا الشوط وصايف على المركز الاول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقياده المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري الشاهينيه على المركز الثاني لهجن العاصفه بقياده المضمر غياث الهلالي وفي المركز الثالث ايضا الشاهينيه لهجن العاصفه بقياده المضمر غياث الهلالي افراح على المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة مضمر طارش بن مبارك بالقوبع وفي المركز الخامس سرابع على المركز الخامس اللي الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي وفي المركز السادس المركز السادس نشوف اللي في المركز السادس في هذه اللحظات الشكل اللي الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر سعيد بن عبيد الحميري وفي المركز السابع الشاهينية لهجن الحاصبة بقيادة المضمر غياد الهلالي وفي المركز الثامن أيضا الشاهينية لهجن ند الشبه بقيادة مضمر سالم بن سعيد وفي المركز التاسع المركز التاسع نرى اللي في المركز التاسع مواري لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد ال بقياده مضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري وفي المركز العاشر الشاهينيه لهجن ند الشبه بقياده مضمر سالم بن سعيد هذه النتيجه هذا اول ندى للمراكز العشر الاوائل ونرجع واياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى وصايف وصايف وهي على المقدمة منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهي تطمح بفوز وناموس هذا الشوط لكن الشاهينية تتدخل وتغير وتنتقل الى مقدمة هذا الشوط لهجن العاصمه بقياده المضمر غياد الهلالي وفي المركز الثاني وصلت افراح افراح تغير وتنتقل الى المركز الثاني في هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر طارش بن مبارك بالقوبع مضمر الشرق الأوسط متواجد مع أفراح على المركز الثاني يا أبو بطي شفت شنبة طاير على فوق جنه بيعيد ماضيه ماضي مشرف مع هذا الشعار يا ما انجز العديد والعديد من الذهب في الدولة وخارج الدولة أبو بطي معروف في هذا التضمير وفي هذا المجال سجل حافل مدول محروف من ذهب صباح الخير يا ابو بطي على هذا الاداء المتميز ننتقل الى المركز الثالث وفي المركز الثالث وصايف لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقياده احد بطاحله التضمير مسري بن سالم بالعرطي الحميري ننتقل الى المركز الرابع سرابه على المركز الرابع لكن ينخطف المركز الرابع من قبل الشاهينيه لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي وفي المركز الخامس سرابة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن حلوة المركز السادس الشكل تشكل من مركز إلى مركز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري وفي المركز السابع وصلت الشاهينيه لهج الند الشبه بقياده المضمر سالم بن سعيد المركز الثامن نشوف من الجانب الثامن ولكن ينخطف في هذه اللحظات مواري مواري تغير وتنتقل الى المركز السابع في هذه ولا المركز الثامن الثامن مواري لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري وفي المركز التاسع الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي وفي المركز العاشر الشاهينية لهجن ند الشباب بقيادة المضمر سالم بن سعيد هذه النتيجة هذه النتيجة للمراكز العشر الأوائل والتغييرات يا سلام مسافة الثمانية كيلو متر يكفي للسبوق بأداء مميز بمسايرة مميزة من مضمرها ومدربها وبيشوف بغى يلحقها بيلحقها بغى هناك يقربها عند الكيلو الأخير بيقربها على العموم هو أدرى بمطيته وين بتكون نهايتها وين بتنتزع المركز الأول حتى هذه اللحظات الشاهنية مسيطرة على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياذ الهلالي ما انجز العديد والعديد مع هذه الامبراطورية امبراطورية هجن العاصفة يا سلام على هذا الاداء المميز في سن الكبار سن الحول سوء سن الرقص مع الكبار يا محل الرقص مع الكبار يا بالضبيب الفترة الصباحية والمسائية كلها حلوة حلوة في حلو يا سلام ننتقل الى المركز الثاني المركز الثاني وصايف لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقياده مضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري المركز الثالث افراح على المركز الثالث افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقياده مضمر طارق بن مبارك بالقوبع المركز الرابع وصلت هجن العاصفه على المركز الرابع عينها على مقدمة هذا الشوط بقيادة المضمر غياث الهلالي سرابة على المركز الخامس تتسرب من مركز إلى مركز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن حلوه لتشتبي حل المركز الساد الشاهينية على المركز الساد لهجن الند الشبه بقيادة أحد الشباب المضمرين سالم بن سعيد ننتقل إلى المركز السابع وفي المركز السابع مواري من الجانب الثاني تبت الوارة عن الأنظار عن عدسات الكاميرا تترقب الأوامر من مضمرها ومدربها أتيج من سالم بالعرطي الحميري والملكية اللي الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ننتقل إلى المركز الثامن الشكل على المركز الثامن لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقياده مضمر سعيد بن عبيد الحميري ننتقل الى وين الى المركز التاسع الشاينية لهجن العاصمة بقياده المضمر غياث الهلالي وفي المركز العاشر هنا الشاهينية لهجن النادي شبة بقياده مضمر سالم بن سعيد فهذه النتيجه ثلاثة كيلومتر عن خط النهاية قطعنا خمسة كيلو متر باقي الثلاثة كيلو متر عن خط النهاية يا سلام الشاهينية مسيطرة سيطرة كاملة سيطرة فعالة على المقدمة منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهي عينها على المركز الأول المركز الثاني هنا وصائف يا سلام يا وصائف يوصفون هذه الناقة يوصفونها بالإنجازات بالمنافسة القوية هي على المركز الثاني نشوف يا سلام بدأنا الآن يقتربن من بعضن بعض بدأت المسافة تقترب تقريبا نشوف ثمان حول في موقع واحد ومتغاربات متغاربات ما بينهن وما بين الوحدة يا سلام لكن الشاهينية لا زالت مسيطرة حتى هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياذ الهلالي المركز الثاني وصايف لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري المركز الثالث وصلت الشاهينية يا سلام عينها على المركز الأول تحمل رقم واحد وتبع رقم واحد تبع المركز الأول هي الآن على المركز الثالث لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياذ الهلالي المركز الرابع وصلت هجنة الشبه على المركز الرابع بقيادة مضمر سالم بن سعيد مواري بدأت تغترب تغير من مركز إلى مركز إلى المركز الخامس في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري المركز السادس أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد قال مكتوم بقياده مدمر طارج بن مبارك بالقوبع وفي المركز السادس يا سلام الشاهينيه وصلت توها في المركز العاشر بدات تغترب تغير الى المراكز المتقدمه بدون اي استذان الى المراكز الى المنافسه الى المعمعة على المقدمه يا سلام شكلها غير اداها غير نوعها فريد يا سلام الشاهينيه الى المركز الرابع لهجن ند الشبه بقيادة أحد الشباب المضمرين سالم بن سعيد يا سلام في التضمير وفي التسيير مع الشاهينية إلى المركز الثالث يا سلام تبى شيء كلام تبى قول تبى أي شيء تتحرك لكن هي اندفعت بدون أي كلام بدون أي كلام تلغاي تلغاي تغير إلى المركز الثاني عينها على الشاهينية بدأت تغترب بدأت تغترب الشاهينية على المقدمة لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي 1200 ما تبقى عن خط النهاية يلا يا اخوان اللي بيحرك اللي بيفتح سماعة الميدان موجود والاتجاه الى المنصة الرئيسية والى خط النهاية والشاهينية مصرة مصرة على المركز الاول حتى هذه اللحظات عصات تراقدة وامنة في البطان بدون اي كلام من غياد الهلالي يا سلام يا سلام لكن الشاحنيه ناوي هنيه ناوي هنيه على المركز الاول يا سلام يا سلام على هذا الاداء على هذا العرض الجميل طيور طايره على ارضيه ميدان المرموم الشاهينيه لا زالت مصره على مقدمه هذا الشوط لهجن العاصفه بقياده المضمر غياث الهلالي بدات تحرك محركاته بدأت تزيد من سرعتها عندما لاحت المنصة في عيونها يا سلام يا سلام بيب بكرة غير بكرة كان يبغي اشارك الناس بيب ناقة غير ناقة كان يبغي تشارك الناس مثل الشاهينية مثل أداء الشاهينية يا سلام ركضت الغاي افتح السماعة يا غياث كلمها قلها شيء جماهيرها محبينها يشوفونها على هذا الأداء المتميز في هذا الصباح المتميز يا سلام طارت طارت الى وين الى ند الشبه الى هجن العاصفة سلام يا هجن العاصفة على هذا الاداء المتميز سلام يا فزاع سلام يا جماهير هجن العاصفة تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل على فوز هجن العاصفة في كل مكان وفي كل زمان وفي كل مناسبة ها هي الشاهينية تصل إلى خط النهاية محتلة المركز الأول، المركز الثاني الشاهينية لهجن ند الشباء المركز الثالث الشاهينية لهجن العاصفة، المركز الرابع الشاهينية لهجن العاصفة، المركز الخامس سرابة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم هذه النتيجة وها هي الشاهينية صرت صرار كامل انها تنهي الشوط لصالحها منذ البدايه وحتى خط النهايه في زمن وقدر نشوف التوقيت 13 دقيقه ثانيتين بدون اي اجزاء من الثانيه وبدون أو اي اوامر من المضمر غياد الهلالي تهانينا لهجن العاصفه تهانينا الغياد الهلالي والذي وصلت في المركز الثاني الشاهينيه 13 دقيقه ثانيتين اربع اجزاء من الثانية تهانينا سالم بن سعيد تهانينا لهجن ند الشبه تهانينا على هذا الأداء المتميز المركز الثالث الشاهينية 13 دقيقة 13 دقيقة نشوف وجزئين وخمسة أجزاء من الثانية ثانيتين 13 دقيقة ثانيتين خمسة أجزاء من الثانية تهانينا لهجن العاصمة تهانينا للمضمر غياد الهلالي تهانينا على هذا الاداء المتميز مع سن الكبار سن الحول استمتعنا نحن وانتم مشاهدينا الاعزاء اللي تابعونا عبر قناه دبي ريسنج تهانينا على هذا الاداء ومسافه 8 كيلو متر اول يوم مسافه 8 كيلو متر لسن الكبار امس في سن الثنايا مسافه 8 كيلو متر. واليوم في سن الحولي والزمول مسافه 8 كيلو متر تهانينا والناموس.